واحد اميد واحد ساكن. الاميد في اتراكسيون اكثر يعني، هون يمكن تكون المي مجمدة، بس انه اذا اعتبرنا انه بعد المي قدر تكون ليكيد. هلا كان في عندي مناخان اثنيناتهم مشوبين شوبات، واحد اميد وواحد وواحد ساك. اكيد المناخ الشوب الاميد هو في اتراكسيون، مطرح ما هو ساك الاتراكسيون صعب هون لانه في مي. يعني مثلا طلعوا اكزامبل الكالكير دونت لي ماد ديرتيك ساك سونتري ريزيستون غالتراسيون، مع انه الصحاري مشوبي، بس هون صخره مثل الكالكير بحاجه لمي حتى تعمل التراسيون. ما في مي اذا ما في التراسيون روم كونه شوب. في هون هكذا عامل يعني دخلوا بعضهم سوا نوع الصخره نوعيه الكليما. يعني هون مش بس انه كون الكليما مشوي بانه في التراسيون، لا بدي شوب وبدي مي كان يعني بهالحاله هيدي. الكالكير مثلا تظن كليما تروبيكال، لانه كليما تروبيكال هو يميل بس الوقت كمان يعني كمان وكمان مشوي يميل. الثالثة تريبيدمون، يعني مثلا المناخات اللي فيها مي ولكن مي مجمد يعني شتي ثلج بيكون كمان الكالكير بده وقت اطول لتعمل السوليسيون، لانه المي عم تنزل عليه كفورم سوليد. اذا بتدوب بس تدوب اوكي بصير في كنيله الالتراسيون، بس اكيد الالتراسيون حتكون ابطا بطبيعه الحال. هون مثلا عم طلع على الجراف الكتير مهضوم شو تشوفوا فيه الكومبايند في اول بدنا في كومبيني للتمبراتور والبرسيبيتاسيون اللي هو الافي دو كليما، يعني انفلونس دو كليما عامل. رجع مذكركم على طول اذا بدي اقرا الجراف طلع على الاكسيتكس. الاكسيتكس عندي هون موين انيوال دو برسيبيتاسيون، مين انيوال رينفول هو موين انيوال دو برسيبيتاسيون، هاي قد ايه عم تشتي عندي بالسنة بالانش. كل واحد انش هو 2.5 سنتيمتر او 250 ملي متر، يعني هون 20 انش يعني عمليا او اذا اخذنا 10 25 20 50 سنتيمتر يعني 500 ملي متر. اوكي يعني هون عمليا اذا قلنا هيدي 50 ملي متر 500 ملي متر 750 ملي متر، هون بصرت 1000 ملي متر، وانتو رايحين 1500 انتو رايحين ملي متر. الاجمالي البريسيبتاسيون بتنقاس كهوتور دو بريسيبتاسيون، يعني تخيل انا عندي هون نقطة معينة عم تشتي فيها الدنيا قد ايه عم تجمع كولون دو بريسيبتاسيون على مدار السنة بهالنقطة هذه، هي هوتور دو بريسيبتاسيون بتقعد على شرط الطقس على طول، انه صار عندي 100 ملم شتي 200 ملم 1000 ملم، فبضرب معدل السنوي بالشتي من 150 ملم، يعني بنقطة معينة من الاثبات بتراكم فيها للسنة شتي من 150 ملم يعني 85 سم تقريبا من المتر يعني. اوكي هي من جهة عادت المويا انويال دو بريسيبتاسيون، من هون عندي المويا انويال دو بريد تمبراتور درجة الحرارة هون بالفهرنهايت. مثل الفهرنهايت طريقة الحل مثل هو فرق بين سلسلة منيح 30 عمليا 30 درجة فهرنهايت او هون بهالحدود هيدا انا تحت الصفر صار سلسيوس، يعني من هون بدنا ننزل تحت الصفر سلسيوس، هون كلهم هول 10 20 30 من تحت الصفر سلسيوس ومن فوق اني فوق الصفر سلسيوس، يعني هون عم ناخذ كتير بردي بطبيعة الحال، يعني عم ناخذ كتير بردي وهون كتر ما هذا عم بصير ادفى 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 ادفى. اوكي بيطلعوا هون لاحظوا معي انه على اذا عم طلع هون عم من ناحيه الحراره والشتي، هون الشتي وهون حراره. الحرارات هون عندي حراره كتير منخفضه فيها تحت الصفر عمليا، بطبيعة الحال الشتي حيكون اكثر الاوقات حيكون جليد حيكون ثلج. اوكي وبالتالي إذا بتلاحظوا عندكم هون بهالحالة هيدي بهالحالة كله physical weathering chemical weathering عمليا وكأنه غايب بهالزون هيدي، فعل درجات الحرارة كتير منخفضة هون أثر الحرارة عمليا ما في عندي reaction chemical كتير ضعيفة لأن الحرارة كتير منخفضة هون الحرارة منخفضة هيك بحط العدد البراد لأنه بيبقى في reaction chemical عمليا. أوكي وبكتيريا بكتيريا حتى أوكي، لكن بالتالي هون انا عم بحكي الغالبيه بهالزون هيدي هون كلها فيزيكال ويذرينج. شو ما كان الشتي عم بتكون عندي الغالبيه هون فيزيكال ويذرينج. اوكي فيزيكال ويذرينج عمليا لا بكون هلا لاحظوا عم بكون في عندي الشتي قليل كتير، حتى الفيزيكال ويذرينج قليل كتير سلايد فيزيكال ويذرينج. بعدين لما بزيد الشتي شوي على نفس الدرجات وعلى نفس معدلات الحراره اللي بتصفر لما بزيد الشتي اكثر صارت مودريت فيزيكال ويذرينج صار سترونج فيزيكال ويذرينج. اوكي بعمليا لما عم بزيد الشتي كثير عم بزيد الشتي اكثر واكثر بالاحرى بالمناطق درجات الحراره المنخفضه بفضل هون الشتي هو العامل الرئيسي، ولما بزيد الشتي عم بزيد الويذرينج بس فيزيكال ويذرينج درجات الحراره منخفضه
ما في عندي عمليا ما في عندي ما في عندي عمليا كيميكال ويزرينج. هلا هلا هون خليني هلا اطلع على درجة الحرارة الأدفى. على درجة الحرارة الأدفى عندي بالمنطقة الدافية عمليا، كل ما عم تعلى الحرارة كل ما عم بيزيد في عندي الكيميكال ويزرينج، وكل ما عم تعلى الحرارة مع الشتي يعني الحرارة والشتي كل ما عم بيزيدوا تناسوا كمان، وعمليا بقى الزون اللي فيها أعلى درجات حرارة وأعلى تمبرد وأعلى كمية متساقطات هي فيها أقوى ويزرينج، سترونج كيميكال ويزرينج، أقوى ويزرينج اللي فيها التراسيون شيميك كتير قوية. المناطق اللي فيها الشتي مهم، درجات الشتي منيح، درجات ودرجات حرارة عالية بس شد أقل من هون بطبيعة الحال، كمان في عندي مودريت، في عندي كيميكال ويزرينج جيد مودريت مقبول. هاي الزون اللي هون مثلا اللي هي على درجات حرارة بعدها باردة بس فوق الصفر، كمية متساقطات كبيرة، بلش عندي صار بلش عندي كيميكال ويزرينج، وأكيد عندي كيميكال ويزرينج بس بلش عندي كمان كيميكال ويزرينج، درجة الحرارة فوق الصفر صار في إمكانية عندي لوجود لا يصير عندي كيميكال ويزرينج. لا بالزون اللي هي المتساقطات فيها كتير واطية وشو ما كانت الحرارة بالظون متساقطات فيها كتير واطية عمليا، خاصة هون شو ما كانت الحرارة لما بزيد الشتي شوي يكون أفضل طبيعة الحرارة، بهالزون المتساقطات فيها كتير واطية وعلى كل درجة الحرارة الوزنينج خفيف، المي بتلعب دور كتير كبير بالألتراسيون كتير كبير، لذلك هون كمية المتساقطات كتير قليلة وعلى مختلف درجات الحرارة أنا عندي الوزنينج ضعيف سلايت وزنينج. أوكي فهيدا هون عم يخف لي عملية أثر اتراكسيون عمليا بين 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 التاثير المشترك للبرسيبيتاسيون وللحراره على موضوع الالتراسيون على موضوع الالتراسيون. طيب بعد نضمن اطار فاكتور كيانتيون الالتراسيون وهيدي وفي شيء حكينا عنه قبل اللي هي مثل موضوع الحيوانات، وجود الحيوانات مثل الرانجور الفوستر اللي بيحفروا بيطلعوا ماتريال من ارض الارض بيسهل انه يعمل لي اكسبوزيشن لهذا الماتيريال من ارض الارض، وبالتالي بتصير سهل انه نعمل له التراسيون. لوغيثم في السور كوم دي رونجور لي فير دو تير لي فورمي فون رومونتي لا ماتير ا سيرفاس و ال بي اكس و لاجون دو التراسيون، يعني ماتيريال معين موجود عندي بقلب الارض ومحمي من الاجون دو التراسيون، بفعل اكسيون لهالحيوانات هذا في السور ولا رونجور شو عم بيصير؟ عم يطلع لي هالماتيريال من ارض الارض ويحط لي عرضه لعوامل التعديل لعوامل الالتراسيون، بصير بيصيبوا التراسيون بطبيعه الحال. هلا اخر فاكتور اللي هو دائما الفاكتور دائما موجود اللي هو عامل الوقت، عامل الوقت عم بيكون بوث كانتو الى كونتيتي دو شورت برودوي اوف لا دو توم دون، يعني هذه تو ريت سرعه الاحداث، يعني قد عم يطلع عندي انا التراسيون بفتره معينه بهذا الزمن معين، قد عندي انا ماتريال مثلا التاريخ للسنه مثلا. التوم اتا فاكتور كروسيال دون التراسيون اكيد اللي بحال الفاكتور تاني بالطبيعة، الوقت عامل كتير أساسي في كل. هلا خذين بعين الاعتبار كل باقي الفاكتور، أنا حيكون عامل الوقت هون له علاقة بهالفاكتورات الأخرى كلها سوا، يعني عم فاكتور فاكتور سول تراسيون بو فاريي أونت رابيد إكسترومون لون، عمليا سرعة الألتراسيون مع الوقت كمية مش بس السرعة كمية الماتريال ألتري مع الوقت حتأثر بطبيعة الحال بهالعوامل كلها سوا اللي ذكرناها من شوي. ainsi le temps nécessaire à l'altération et le volume de roche affectée à un moment donné dépend du type de la roche, de la structure de la roche, de la pente, de climat et des animaux. كل هالعوامل هيدي يلي حكينا عنها عمليا بتأثر على taux d'altération، يعني قد انا في عندي وقت لحتى هالروش تصيبها altération، قد بدي وقت وقد كمية الالتراسيون بهالوقت هيدا. بقى عمليا هالعوامل اللي حكيناهم كلهم سوا من حيث نوعية الصخرة، شو هي شو الماتريال اللي بتألف منه، شو المينرال بيألفوها للصخرة، الستركتور تبع الصخرة كيف منظمة، هل فيها جوانب، هل فيها فراكتور، أم هل هي كل سوا بلوك مسيف واحد بس. بعدين البونت، هل في عندي أنا منحدر أم أرض مستوي، الكليما تمبراتور وكمية متساوية بريسيبيتاسيون طبيعة البريسيبيتاسيون، وبعدين وجود عندي حيوانات رانجور فوتسوري اللي بيطلعوا لي مثلا من ارض الارض، والوقت، كل هالعوامل هيدي حتأدي لدرجات مختلفه من الالتراسيون حسب العوامل هيدي المختلفه، درجات مختلفه من الالتراسيون وكميه ماتريال التري مختلفه. كل هالفاكتور سوا بدهم يشتغلوا كلهم سوا حتى
يعملوا لي عملية ينهوا لي يعمل إيش ينظموا لي مشوا لي عملية الالتراكسيون اللي عم بصير أنا عندي بها صخور. طيب هل من ال هل الالتراكسيون هاي هل الالتراكسيون هاي دي هتنتج لي برودوي الالتراكسيون سديمان كنا نسميهم أوكي بس غير السديمان أنا هل الالتراكسيون هاي هتنتج لي كمان صول تربي وهذا من الماتريال اللي مهمين جدا اللي هن كبرودوي الالتراكسيون. ليش التربه هي من الماتريال كثير مهم كبرودوي الالتراكسيون؟ لانه التربه هي اساس كل المنظومه الغذائيه تبعيتنا بالنهايه. فنستثني موضوع البحر والثروه السمكيه، كل شيء على مستوى القارات من غذاء هو مصدره التربه، لانه التربه هي اساس النباتات بكل اشكالها، من النباتات البريه الحشائش للمزروعات اللي احنا بنزرعها مستهلك، وحتى اللحومات بالنهايه البقر وغيره هن عم يستهلكوا من التربه، عم يتغذوا من التربه. كيف من التربه؟ يعني من النباتات اللي بتطلع بقلب التربه. فبالتالي التربه هي برودوي الالتراكسيون جدا مهم، لذلك عم نحصلوا حديث خاص عنه يلي هو شو. بس شو هي التربه؟ سؤال، شو هي التربه؟ التربه منها مجرد برودوي الالتراكسيون مينرال، هي اكيد بدايتها هي برودوي الالتراكسيون مينرال، بس مع هالبرودوي الالتراكسيون مينرال حيصير في عندي انا اكسيون للماتير اورجانيك، حيصير في عندي يعني مش بس اكسيون اكيد طبيعة الحال للماتير اورجانيك من النباتات اللي بلشت تنشا على هالماتيريال اللي تمطر، وكمان اكسيون للكليما وغيره. عمليا اللي كانت التربه هي خليط من الماتير اورجانيك مع الماتير مينرال، يعني الماتير مينرال نشا من الالتراكسيون حيختلط تلاثيون فيزيك وشيميك، حيختلط مع ماتير اورجانيك ويعطيني هالكومبلكس سمو اورجانو مينرال يلي هو الترم. فطبيعة الحال القصة هي ذاتها يلي هي انه انا عندي هالماتريال البرامتال يلي هون روشمير يلي بفعل عوامل عديدة مثل الجل والدجل، الهواء، الشتاء، البرد، الجليد، الاختلاف الحرارة بين برد وغيره، هيتكسر في عندي التلاثيون ميكانيك او فيزيك، هينشأ عندي ماتريال بارونتال أونفراك أو فان، هيدا حيصيب ألتراسيون شيميك. طبيعة الحال ألتراسيون شيميك بفعل الإدروليف بفعل الماي وخلاف. هل ألتراسيون شيميك أتوقع شو حتنتج عنا؟ هل ألتراسيون شيميك حيطلع منا ماتريال مختلف، حيطلع عنا مثلا ديمينيرو أوكي مينرال نيوترين، مينرال نيوترين في عندي ليمون نيوتريتيف طبيعة الحال بقلبون لاني فيهم يكونوا ايون دون دي سوليسيون مثل البوتاسيوم مثل ما شفنا كنا نحكي عن الهيدروليف يلي بيطلع لي مثلا بوتاسيوم اللي هو ايون اون سوليسيون اللي هو ليمون نيوتريتيف، حينتج عندي كمان من هالالتراكسيون الشيميك حيطلع عندي ديدوكسيد ديدوكسيد دوسار الومنيوم، حيطلع عندي سيليسيوم، حيطلع عندي يعني نقول دي مينيرو سيليكاتي اوكي. ولكن انتبهوا كمان حيطلع عندي كمان مينيرو ريزيستون، يعني برودوي الالتراكسيون ريزيستون تكثروا كثير عمليا لان الليمون والرمل ساند ليمون والسابل عمليا هو الكوارت عمليا. هلا هون ليمون وسابل هن اللي يعني برودوي عمليا ان البارتي ريزيستون عمليا من هون اللي بقيت عندي، في حين هون غير الليمون والسابل اللي هو هون الارجيل عمليا هذه البورسيون هذه السيليسيوم اللي هون هي السيليسيوم اللي هون اللي هو اللي هو حسبه التراثيون شيميك متقدم هيدي هون الدسبار الميكا وغيره، حيعطيني الأرجيل، حيعطيني المينرو أرجيل هو والأكسيد والألمنيوم، هول هالبضاعة هول حيعطوني المينرو أرجيل. كأن عندي هون جزء من هالمتريات برانتال ما صابوا التراثيون شيميك، إنما بقينا على التراثيون في ذلك بقيت أحجام صغيرة صار ناعم ولكنه بعده مثل ما هو ريزيستون. وعندي جزء ثالث من هالماتريال هون يلي صابن اللي هو من النواعم كمان، واللي هالنواعم هون اللي هون حيصيبن التراثيون متقدم يشيميك اللي حتحول لي يوم لهني هالمينرو هال مينرو سيليكاتي ميكا